يلا نقول بسم الله كده سمي الله ورقه وقلم وعيش معايا. يمكن تطبيق نظريه كسل ولويس، طبعا كلنا عارفين نظريه كسل ولويس اسمها نظريه الايه؟ الثمانيات اللي هي نظريه النظريه الالكترونيه للتكافؤ اللي هي بتقول ايه؟ بخلاف الهيدروجين والليسيوم والبريليوم تميل جميع ذرات ذرات جميع العناصر للوصول التركيب الايه؟ الثماني. طب هي بتطبق على ايه؟ يمكن تطبيق نظريه كسلو ولويس. اولا كلنا عارفين بي سي ال 5 لا. احنا عارفين ده. طيب بي برون بي سي ال 3 برده لا زي بي اف 3 بالظبط. طب بي اي سي ال 3 مش عارف ما اعتقدش. ازاي؟ البريليوم انا بديك الاعداد الذريه، البريليوم 4 2 2 لما يشارك ب 4 مش هينطبق. طيب بيقول لك يمكن تطبيقها على ايه؟ هل بي سي ال 3 ينفع؟ اه. طب اقول لك ازاي؟ صلي على النبي. ادي البي. مشاركه هنا بسي ال، مع سي ال، مع سي ال، ها؟ هو الفوسفور كام اصلا؟ 15، 2، 8، 5. ادي مشاركه هنا بواحد، وهنا بواحد، وهنا بواحد. يبقى عنده كام واحد ما دخلش في الارتباط؟ 2. طب هنا، اهو، ركز معايا كده يلا. عد معايا محترم كده، هتلاقي دول كام حوالين الفوسفور؟ ها؟ 8. يبقى تنطبق ولا ما تنطبقش؟ تنطبق. يبقى يمكن تطبيق نظريه الثمانيات او كسل ولويس على جزيء الايه بي سي ال 3 يمكن تطبيق نظريه كوسل ولويس على مركب ايه نفس الفكره كلنا عارفين جزيء الميه اه ينفع لكن الباقي لا جزيء الميه طبعا ما بيتطبق خلاص طيب من عيوب نظريه كلنا عارفين طبعا جزيء الميه ليه لان الاو هتشارك مع الاتش بواحد ومع الاتش بواحد بقت هي 6 شاركت باتنين بقت كام؟ 8 طيب من عيوب النظريه الالكترونيه للتكافؤ ايه؟ قال لي اولا بيقول لك عدم تفسير تكوين الروابط في جزيء الميه لا فسرته ها؟ عدم تفسير تكوين الروابط في جزيء النشادر لا فسرتها عدم تفسير الشكل الفراغي للجزيء اه ما فسرتش الشكل الفراغي فعلا للجزيء ولا الزوايا النظريه التي افترضت ان الرابطه التساهميه تتكون نتيجه تداخل اوربيتال ذري لاحد الذرات مع اوربيتال ذري لذره اخرى بكل منهما الكترون مفرد رابطه التكافؤ رابطه الايه؟ هي فين رابطه التكافؤ يا جماعه؟ اهي نظريه رابطه التكافؤ. سؤال رقم خمسه بيقول لسيادتك تتداخل الاوربيتالات الايه؟ الذريه ماشي تداخل الاوربيتالات الذريه لتكوين الرابطه التساهميه ها طبقا لنظريه رابطه التكافؤ بشرط. تتداخل الأوربيتالات الإيه؟ الذرية لتكوين الرابطة التساهمية طبقا لنظرية رابطة التكافؤ بشرط إيه؟ تداخل أوربيتال ذرة به زوج إلكترونات مع أوربيتال ذرة أخرى به أوربيتال إلكترون مفرد؟ لأ. الأوربيتالان المتداخلان بكل منهما زوج إلكترونات؟ لأ. الأوربيتالان المتداخلان بكل منهما إلكترون مفرد؟ آه. طب مستر الأوربيتالات المتداخلة لنفس الذرة حبيبي أنا بقول لك تكون رابطة تساهمية، طالما طيب هو الرابطة تساهمية يبقى ذرتين مش ذرة واحدة، مش نفس الذرة. عشان بس الناس تفرق بين ده وبين التهجين. التهجين هو اللي بيبقى في نفس الذرة، تداخل أوربيتالات من نفس الذرة. طيب، يلزم حدوث إثارة في جزيء الميثان قبل حدوث التهجين بغرض إحنا قلنا في الإثارة إيه اللي بيحصل؟ ذرة الكربون كانت كده. ها؟ أهي. يلا معايا كده. كنا بنقول هنا ايه؟ 1 اس 2 ده كده 2 اس 2 ده كده ادي 2 بي اكس 2 بي واي 2 بي زد بيحصل اثاره عشان الالكترون ده ينتقل هنا صح؟ طيب يلزم حدوث اثاره في جزيء الميثان قبل التهجين بغرض ايه؟ هل تساوي طاقه الاوربيتالات المحتويه على الكترونيات مفرده؟ لا الحصول على اربع اوربيتالات بكل منها الكترون مفرد اه بعد كده بقى بيحصل التهجين عشان نسوي الطاقه بتاعتهم والكلام ده كله بيقول لسيادتك سيادتك يعمل اطلع سنة انزل سنة, سنة سبعة يعمل التهجين في جزيء الميسان على ايه ها تساوي طاقة الأوربيتالات المحتوية على إلكترونات مفردة ولا الحصول على أربع أوربيتالات بكل منها إلكترون مفرد ولا تحويل الذرة المستقرة لذرة مصارة ولا تكوين شكل خماسي؟ لا، تساوي الطاقة مش احنا قلنا عشان نخلي طاقة الأربع أوربيتالات قد بعض وتخلي الأوربيتالات شبه بعض أو زي بعض بنعمل ما بينهم تهجين؟ اه. أي مما يلي متشابهة لذرتي الكربون المسارة والمهجنه بي SP3 يمكنها التداخل مباشرة مع الهيدروجين لتكوين الشكل الفراغي؟ لا، ليه؟ لإن المصارة ما بتخش لسه لازم يحصل لها تهجين الأول. تحتوي على نفس العدد من الإلكترونات المفردة المتساوية في الطاقة؟ لا، ليه؟ عشان المصارة عندها أربع أوربتلات فيها إلكترونات مفردة 2S و3B، هل دول طاقتهم زي بعض؟ لا. تحتوي على نفس العدد من الإلكترونات المفردة؟ أه، دي ماشي. ليه؟ لإن الذرة المصارة فيها أربع إلكترونات مفردة، والذرة المهجنة فيها أربع إلكترونات برضه إيه؟ مفردين. السؤال رقم تسعة بيقول لي في جزيء الميسان في جزيء الايه؟ ها؟ الميسان تتنافر الاوربيتالات المهجنة لتصبح الزوايا 120 لا الزاوية في الميسان 109.5 ونص تتنافر الاوربيتالات المهجنة لتصبح الزوايا 109.5 ونص اه صح قلنا عشان التنافر ايه؟ يقل عملية التهجين عملية الايه؟ التهجين عدد الاوربيتالات المهجنة فيها اقل من عدد الاوربيتالات الداخلة؟ لا تتم بين اوربيتالات ذرات مختلفه قلنا لا نفس الذره تتم قبل حدوث الاثاره لا ده بعد الاثاره يبقى الاجابه د تحدث بين الاوربيتالات القريبه من بعضها في الطاقه وفي نفس الذره عدد الاوربيتالات الداخلة في التهجين اس بي 3 احنا قلنا التهجين اس بي 3 بيبقى بي بين 1 بين 2 اس و 2 بي صح هنا 3 وهنا 1 يبقى ايه بين 2 اس ها و 2 بي طيب عدد الاوربيتالات الداخله في التهجين كام؟ اربعه عشان هم طلعوا لي اربعه. بمقارنه الاوربيتال المهجن بالاوربيتال الذري الداخل في تكوينه نجد ان ضعف قدره الاوربيتال المهجن على التداخل؟ لا طبعا ده الاوربيتال المهجن بيبقى قدرته على التداخل اكبر لان هو اكثر بروزا للخارج. قوه قدره الاوربيتال الذري على التداخل؟ لا. ها؟ الاوربيتال المهجن اكثر امتدادا في الفراغ الاوربيتال الذري اكثر امتدادا في الفراغ لا الاوربيتال المهجن اكثر امتدادا ليه عشان تبقى قدرته على التداخل اكبر في بروز كده طالع لبره عشان ايه ها يبقى قدرته على تداخل اكبر وتكوين الرابطه اكبر ماشي السؤال اللي بعد كده العباره التي تنطبق على اقل عدد من الاوربيتالات الداخله في التهجين هي اقل عدد من الاوربيتالات الداخله في التهجين هل الشكل الفراغي الناتج اربع رباعي الاوجه؟ لا ده, ده ده كده اكبر عدد اللي هو الميثان. يحدث في الإسلين؟ لا احنا عارفين طبعا اقل عدد من الاوربيتالات المهجنه في الاستلين صح؟ يبقى قيم الزوايا بتبقى كام؟ 180 درجه. الاوربيتالان اكس وواي طاقتهما متقاربه ماشي وبعد حدوث التهجين بينهما فان فرق الطاقه بينهما صفر يتلاشى ليه؟ لان احنا قلنا الاوربيتالات المهجنه بتبقى شبه بعض ها؟ وقد بعض في الطاقه او متساويه في الطاقه. الاوربيتالات المهجنه الناتجه من عمليه التهجين متشابهه في الشكل والحجم ومختلفه في الطاقه؟ لا متشابهه في الشكل والحجم والطاقه اه طيب الاوربيتالات الذريه الداخله في عمليه التهجين الذريه الداخله في التهجين تفقد شكلها بعد التهجين يختلف عددها بعد التهجين لها نفس الاتجاه الفراغي بعد التهجين مختلفة مختلفة الطاقة بعد التهجين لا تفقد شكلها بعد التهجين لأن شكلها بيتغير بتبقى أكثر جزء للإيه؟ للخارج بتبقى أوربيتالات جديدة أصلاً بتختلف عن اللي داخلة. الأوربيتالات المهجنة اس بي 3 تنتج من تداخل أوربيتال المستوى الفرعي اس مع أوربيتالين من المستوى الفرعي بي أوربيت الأوربيتالات اس بي 3 أوربيتال اس مع أوربيتالين لا لأن هم عددهم أربعة فإيه؟ واحد من الإس مع 3 من البي، اوربيتالين اس لا، طيب اوربيتال المستوى الفرعي اس مع اوربيتالات المستوى الفرعي بي الثلاثة اه عشان احنا قلنا 1 من 2 اس مع 3 من 2 بي، رقم 18 رقم 18 همم بيقول لسيادتك ايه انزل يا حرام ايوه كده للاسف 18 الروابط سي اتش في جزيء الميثان معلش بقى اقف معايا هنا كده سي اتش كلنا عارفين جزيء الميثان عباره عن كربونه هنا اوربيتال مهجن 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 صح المهجن ده اسمه ايه او نوع التاجين اس بي 3 صح اس بي 3 اس بي 3 اس بي 3 صح طب الرابطه سي اتش يعني دي كده مش الاتش هنا داخله بال1 اس بتاعتها اه طيب رابطه سيجما رابطه ايه؟ سيجما. طيب تنتج من تداخل ايه؟ اس مع اس بي 3؟ اه. اس مع اس بي 3؟ ماشي. طب لو قال لي في الايستيلين بين السي والاتش؟ اس مع اس بي 2. طب في الاستيلين؟ اس مع اس بي. آه الاوربيتالات المؤجنه اس بي 2 يا جماعه لها الخصائص الاتيه عدا. ماشي. عدا ايه بقى؟ اولا آه عدد الاوربيتالات المؤجنه اس بي 2. أربعة؟ لا، يبقى عددها أربعة، صح فعلاً. هم عددهم كام؟ عددهم ثلاثة. ماشي. طب الزاوية بين الأوربيتالات 120؟ أه، الزاوية بين الأوربيتالات 120. طيب، يبقى دي من خصائص توجد في جزيئ الإيسلين؟ أه. تشكل هرم رباعي في الفراغ؟ لا. يبقى برضه مع عددي يبقى الإجابتين أ و ب ينفعوا يا جماعة؟ أه. فالسؤال ده فيه الغلطة هنا يا إما كان يقصد هنا عددها ثلاثة ويبقى الاختيار ب، يا إما هنا تشكل مثلا مثلث مستوي وتبقى الاجابه ايه؟ الف نبقى عارفين بس الايه؟ الاجابه ايه؟ آه يحتوي جزء الاسلين سي 2 اتش 4 على ثلاث روابط باي لا هو فين جزء الاسلين؟ ارسم معايا كده ادي جزء الاسلين سي سي ربنا يهديها ها ادي اتش ادي اتش ادي اتش ادي اتش هنا رابطه ثنائيه صح؟ صح يا جماعه ولا ايه؟ اه يا مستر سيجما سيجما باي سيجما سجمة سيجما كم رابطة باي في جزيء القسلين يلا رابطة واحدة يبقى مش ثلاثة اثنين رابطة سجمة بين ذرتي الكربون غلط رابطة واحدة سجمة ماشي اربع روابط سجما لأ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة برضو لأ يبقى دال طب تعال نشوف رابطة ثنائية بين ذرتي الكربون آه واحدة سجمة وواحدة باي ماشي آه الرابطة سجمة سؤال واحد وعشرين يا جماعة يلا الرابطة سجمة بين ذرتي الايه? ها الكربون. في جزيء الاستيلين جزيء الاستيلين اهو سي سي اتش هنا اتش هنا واحد اتنين تلاته ماشي هنا باي هنا باي هنا, هنا سجن ماشي هنا سجن هنا سجن هو بيقول لي ايه الرابطه باي الرابطه سجما بين ذرتي الكربون في جزيء الاستيلين تنشا من تداخل اوربيتالات ايه بالراس اولا طالما سيجما تبقى مهجنه ماشي اس بي مع اس بي فاكرين الكلام ده يا جماعه اه يبقى من اوربيتال اس بي مع اس بي اهو الاجابه د الرابطه بين ذرتي باي بين ذرتي الكربون في جزيء الايسلين كلنا عارفين جزيء الاثيلين صح اه يا مستر جزيء الاسلين اللي هو سي 2 اتش 4 يعني سي سي ها اتش كده اتش كده اتش كده اتش كده رابطة باي رابطة سيجما. قلنا الرابطة سيجما بتنشأ من اس بي 2 ها اس بي 2 مع اس بي 2. طب الرابطة و... الرابطة باي ها كنا بنقول بيبقى فيه هنا اوربيتال 2 بي زد ما دخلش في التهجين 2 بي زد ما دخلش في التهجين فبتتم بين ايه ها 2 بي زد و 2 بي ها زد. يبقى الإجابة ايه؟ الإجابة عندنا د تو بي مع في جزيء الاستيلين الرابطه بين ذرتي كربون ثلاثيه رابطه سيجما ورابطتين باي اه الاجابه باء جميل قوي طبقا لنظريه رابطه التكافؤ اي من الاوربيتالات الاتيه يحدث بينها تداخل لتكوين جزيء البروم بي ار 2 اولا البروم 35 يعني لما نيجي نوزع البروم 35 انا بديك العدد الذرية على فكره هتقول لي ايه ارجون 18 4s 3d 4b هنا الاثنين 10 5 لما تيجي توزع دول كده يا محترم هتلاقي سيادتك هنا 1 2 3 4 5 يبقى المفرد هنا ايه 2b ها uh, x 2b y المفرد هنا 2b z طيب مع البروم الثانيه يبقى بين 2b z و2b ايه z طب يحدث بينهما تدا... بينها تداخل تكوين جزيء البروم هيبقى 2b ايه طبقا لنظريه رابطه تكافؤ رابطه تكافؤ اي من الاوربيتالات التي يحدث بينها تداخل لتكوين جزيء البروم هيبقى تو هيبقى ايه؟ 4 بي مش 2 بي 4 بي زد ادي ال 4 بي ها 4 بي زد طب فين 4 بي زد؟ مفيش طب يبقى هو جايب لك 4 بي بس صح ماشي يمكن حدوث تهجين بين اوربيتالات المستويات الفرعيه ها 1 اس و1 بي؟ لا تو اس وتو بي اه تو اس وتو بي متقاربين في الطاقه سؤال 26 سؤال عبقري بيقول لسيادتك ها يلا ركز في السؤال كده بالله عليك هم الرابطه التساهميه الثنائيه بين ذرتي الكربون في جزيء احد المركبات العضويه الهيدروكربونيه تتكون من رابطه سيجما ورابطه باي حلو أوي الرابطه التساهميه بين ذرتي كربون في جزيء احد المركبات العضويه ادي ذرتين كربون ها تتكون من رابطه سيجما ورابطه باي ماشي باي سيجما اهي ادي الباي وادي السيجما ماشي وبعدين ما الاختيار المعبر عن الاوربيتالات المتداخله لتكوين هاتين الرابطتين اولا قلنا طالما رابطه ثنائيه يبقى ده اس بي 2 اس بي 2 اهو ماشي يا مستر رابطة باي تو بي ها زد تو بي ها زد ماشي طب سؤال بقى يلا الاختيارات بيقول لك الرابطة سيجما اس بي 2 مع اس بي 2 اه وبي زد مع بي زد اه يبقى الاختيار الف على طول ما التغير الحادث ما التغير الحادث في مقدار الزاوية بين الاوربيتالات المهجنة عندما يتغير نوع التهجين من اس بي 3 إلى اس بي 2 ها إلى اس بي طبعا اس بي 3 الزوايا 109.5 اس بي 2 120 هنا 180 يبقى مقدار التغير في الزاويه بيزيد ولا بيقل؟ التغير بيزيد ليه؟ لان انت عندك كان 109.5 بقى 120 الفرق زاد صح؟ الزاويه زادت من 120 ل 180 زادت سواء كان مقدار الزاويه بيزيد او مقدار الفرق بين الزاويتين برضه بيزيد يبقى الاجابه ها؟ ج ما نوع تهجين ذرة الكربون في جزيء ثاني أكسيد الكربون؟ السؤال ده عبقري. أولا لما تيجي تبص على ذرة الكربون هتلاقي جزيء ثاني أكسيد الكربون كده كده أدي أو أدي أو ركز معايا بالله عليك عشان السؤال ده عالي 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 قوي جدا بيقول لي سيادتك إيه بقى يلا بيقول لك الكربون هنا عاملة رابطة ثنائية هنا يبقى باي سيجما هنا باي سيجما الله كام سيجما؟ اتنين يبقى محتاج كم مهجن؟ اتنين يبقى اس بي يبقى ايه؟ اس بي يبقى نوع التهجين اس بي بس ها؟ اقولها تاني ثاني اكسيد الكربون سي او او رابطه ثنائيه رابطه ثنائيه باي سيجما باي سيجما كم سيجما؟ اتنين يبقى محتاجين كم مهجن؟ اتنين اللي هو واحد اس مع واحد بي يبقى اس بي بس خلصت ها؟ ما عدد الروابط سيجما في المركب المقابل سيجما صلي على النبي عشان تحل سؤال زي ده سيادتك هتقوم شايل دول عامل لي كده اتش هنا اتش هنا ها ونشيل دي دي هنخليها فوق كده اتش هنا ونشيل دي دي اتش فوق ها اتش تحت ها ونشيل دي دي خلاص دي هنخليها اتش فوق واتش تحت تمام ونشيل دي دي هنخليها اتش فوق ونشيل دي دي هنخليها اتش فوق واتش كده ونشيل دي ماشي ركز معايا يلا كده عد معايا سيجما يلا سيجما سيجما ها سيجما ودي باي صح سيجما 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 ها سيجما 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 ها سيجما 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 عد يلا معايا كده السيجما كلها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 يبقى عدد روابط سيجما كام ها 18 طيب اي من الاختيارات الاتيه يعبر عن عدد الروابط في جزيء سي طب قبل ما اخش على ده معلش نرجع للسؤال ده تاني مستر انا مش هقعد افكك كده ما اعرفش افكك كده اقول لك حاجه حلوه صلى على النبي عليه وعلى اله وصحبه وسلم طريقه للناس اللي عايزه تريح دماغها اللي الناس اللي عايزه تجيبها كده بمجرد النظر بص حبيبي اي رابطه ثنائيه قلنا ايه باي سيجما ها سيجما سيجما باي سيجما ها سيجما 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 ها وباي طيب كده احنا عرفنا الروابط اللي بين ها الكربون والكربون, والكربون والكربون والاو غير الاتشات ماشي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه جميل قوي عد بقى الاتشات ما هي الاتشات كلها سيجما ما هي الاتشات يا جماعه ما عندهاش غير وان اس ما بتعملش غير سيجما يبقى لو انت ما الحاجات دي ها ما الاتشات احسبها سيجما يعني عدد السيجما الاتشات كلها بتعمل سيجما طب اتنين تلاته ها خمسه سبعه ها سبعه وواحد كام؟ تمانيه واثنين 10 10 وقلنا تمانيه سيجما هناك اللي هم اللي احنا معلمينهم يبقى كام؟ 18 سواء عملت بالطريقه دي صح او عملت بالطريقه دي صح بس خليك فاكر ان كل الاتش بتعمل سيجما جميل جدا اي من الاختيارات الاتيه يعبر عن عدد الروابط في جزيء المركب ده ماشي جميل عايزين عدد الروابط ايه ما قالش عدد روابط سيجما ولا رابط باي صح هو مفسر لك في الاختيارات اهو سيجما وباي طب هنا ثنائية قلنا باي سيجما باي سيجما يبقى الباي اتنين باي ايه؟ يبقى ده بره وده بره ماشي طب ألف ولا ب ولا د الباي اتنين ماشي طب السيجما قلنا واحد اتنين واربعة اتش يبقى كام؟ أربعة يبقى اتنين وأربعة ها؟ لا يا مستر اتنين وأربعة ايه؟ هنا كام؟ مش اتنين اتش واتنين اتش أربعة أربعة أربعة, اربعة, اربعة سيجما واتنين سيجما ستة سيجما يبقى الإجابة دال ها؟ واحد يا مستر انا معلش انا عايز افككها انا مزاجي كده انا بحب انزل سنه انا بحب افككها انا عايز ده يا محمد ارجع زي ما كنت ارجع زي ما كنت ايوه كده بس كده انا عايز افككها هقول له بص يا حبيبي سي ها رابطه ثنائيه سي رابطه ثنائيه سي اهي اتش هي بابا اتش هي يا حبيبي اتش هي بابا اتش هي يا حبيبي يلا عيش مع نفسك كده باي سيجما باي سيجما 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 عد يلا الباي 2 سيجما 1 2 3 4 5 6 تمام يبقى الاجابه ايه د السؤال 31 يلا خلاص هانت يا جماعه اهي بيقول لي سيادتك ايه اي بيقول اي من الاختيارات الاتيه يعبر عن انواع الروابط في جزيء كل من الاكسجين والنيتروجين والهيدروجين اكسجين ها الاكسجين كده النيتروجين كده الهيدروجين كده ماشي طب الهيدروجين سيجما ها الهيدروجين ايه الهيدروجين رابطه سيجما رابطه سيجما يبقى يا دي يبقى ده كده غلط وده غلط يبقى احنا دول كده بره يبقى الاختيار دول بره يبقى يا الف يا ب طيب جزيء الاكسجين جزيء الاكسجين رابطه باي ورابطه سيجما صح رابطة سيجما ورابطة باي ولا رابطة سيجما؟ ما هو الاثنين زي طب ما هو الاثنين ينفعوا يبقى الفيصل نيتروجين. رابطة سيجما و و2 باي. صح رابطة سيجما ورابطتين باي يبقى الإجابة إيه يا جماعة؟ الإجابة باء. ما مجموع أعداد كل من الروابط سيجما وباي في الجزء الواحد من المركب يا نهار أبيض؟ ركز كده معايا بقى في السؤال ده. السؤال ده عالمي. اتش أهي ركز معايا بالله عليك ها؟ سي سي كام سي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة ها اربعة خمسة وهنا ان خلي بال سيادتك السي هنا كام رابطة واحد يبقى هنا تلاتة طب هنا تلاتة واحد اربعة هنا واحد يبقى هنا تلاتة طب هنا ها واحد يبقى هنا تلاتة خدت بالك من المركب؟ تاني. اتش آه. اهي إيه ها كام سي خمسه رسق. عملناهم جنب بعض. ظبط بقى الاصول بتاعتنا اللي هي ايه؟ الكربونه لازم يبقى حواليها اربع روابط ها؟ طيب الكربونه دي كانت عامله هنا واحده يبقى هنا ثلاثه. طب اللي بعدها عامله هنا ثلاثه وهنا واحده يبقى خلاص خلصت. هنا واحده يبقى جنبها ثلاثه. طب دي كده جنبها ثلاثه وواحده اربعه خلاص خلصت. هنا يلا واحده يبقى دي ثلاثه. ولقينا كده كده ثلاثي ماشي. هو عاوز مجموع اعداد كل من الروابط سيجما وباي كله بقى يلا عد. عد كده معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كم ربطه 12 صعب الكلام ده يا جماعه لو قال لك باي طبعا هتعد الباي 1 2 3 4 5 6 سيجما هتنقصهم من الايه من ال 12 اه وبكده وصلنا لاخر الواجب واعتقد الواجب لذيذ مش صعب في بس شويه افكار والله يرضى عليكم يا جماعه ركزوا في التهجين قوي التهجين مهم ولسه ليه تكمله بعد كده الحصه اللي جايه او تفاصيل ثانيه لما نخش في نظريه ربطه التكافؤ بس انا باجل نظريه ر... لما نخش قصدي في نظريه تنافر ازواج الالكترون بس انا باجلها عشان هي مترتبه على التهجين تمام هي بتعتمد على شكل الجزيء ازواج الارتباط الازواج الحره بتعمل ايه شكل الجزيء ليه بيبقى كده وليه بيبقى كده تمام يلا اشوفكم على خير